عليكم. نكمل علشان الفيديو اللي فات كان فصل. نكمل البوستير ريليشن بتاعت الليفر وكذلك الانفير ريليشن، هنطلعهم كلهم من الرسم اللي انا رسمتها دي كده. ده البوستير سيرفيس بتاع الليفر والانفير سيرفيس، ودي البورت هيباتس. في شويه حاجات كده عايز احطهم حوالين البورت هيباتس. كنت بقول ان في فوق هنا كوديت لوب وتحت كوديريت لوب، كانوا بيبقوا محصورين ما بين ايه وايه، هلا كانوا بيبقوا محصورين ما بين تو ليجامنتس هنا كده، ده على البوستيريو سيرفيس وده على الانفيريو سيرفيس. اللي كان على البوستيريو سيرفيس كنا بنسميه ليجامنتم فينوزم، واللي كان موجود على الانفيريو سيرفيس كان اسمه ليجامنتم تيريس. هتلاحظ ان التو ليجامنتس زي ما انت شايفهم كده عاملين جروفز على البستيريو سيرفيس بتاع الليفر، والجروفز بتاعتهم مميزه. طيب ده اول حاجه. كان ايه الحد التاني بقى للكوديت والكوديريت لوب؟ قال لك كان هنا في جروف خاص بالانفيريور فينا كيف، ادي امبريشن كمان، وكان في تحت هنا الجول بلادر الحصى المراري، فاكيد ده جروف فور جول بلادر. بمناسبه الموضوع ده عايز اوريكم كده الماكيت، اوريه لكم عليه. بص معايا كده، هو ده نفس الماكيت اللي كنت موريه لكم ونفس الشكل. ايه ده؟ ده الانفير فينا كيف. ايه دي؟ دي الجول بلادر. ايه دي؟ دي البورت هيباتس اللي بيدخل من خلالها او بيعدي من خلالها البايل داكتس والبورت الفينوال هيباتيك ارتري. طب ايه اللي موجود فوق ده كده؟ ده الكوديت لوب، واللي تحت ده الكوديريت لوب. اوكي؟ طيب عايزين بقى نشوف بقية الريليشنز. انا هبدأ بالليفت لوب، بما ان الليفت لوب حاجة صغيرة كده هيخلص في ثواني. اول حاجة الريليشنز على الموجودة على الليفت لوب ايه من وراه؟ قال لك الاسوفيكس بيكون موجود في المنطقة دي كده. بسم الله. ده فيرست امبريشن اسوفيكس، سكند امبريشن اكيد هيكون في امبريشن للفندس بتاعت الاستومك بهذا الشكل. وهذا الديون. بص الديون ما بيجيش هنا، ما بيجيش على الليفت لوب، بيروح تحت على الكوديريت لوب في المنطقة دي كده. اوكي. طب كان في حاجة بتربط لي الليسر كيرفيتشر بالبورتا هيباتس. بص كده، دي كده الليزر مومنتوم. كده اوضح في الفوكس. يبقى لما اجي اقول لك ايه الثلاث امبريشنز اللي موجودين على ليفت لوب، هتقول لي الاسوفيجاس. تاني حاجه في جاستريك امبريشن بتاع الاستومك. تالت حاجه الليزر مومنتوم. بس تقول لي الليزر مومنتوم دي حاجه رفيعه، حاجه ثين وول زي ما انا عامل لها كده، هل معنى كده انها تعمل امبريشن على الليفر؟ لا، قال لك هي مش تعمل امبريشن على الليفر ولا اي حاجه. بص كده ايه اللي هيحصل. الاستومك عامل امبريشن صح، والليزر اومنتم دي حاجه خفيفه، فيقوم الليفر عامل بروز ارتفاع في المنطقه دي كده، فقال لك نسميها ايه؟ قال لك نسميها تيوبر اومنتال او اومنتال تيوبروستي، ارتفاع الليفر تحت الاومنتم في المنطقه دي كده على ليفت لوب. تعالى نشوف شكلها. بص عامله ازاي. بص كده على الاطلس، دي ايه؟ ده الليفت لوب، ده الجاستريك امبريشن. بص بعد الجاستريك امبريشن في حته ارتفعت، الحته ارتفعت دي ليه؟ عشان اختفت الاستومك وبدا يتكون هنا الليزر اومنتوم. فالليزر اومنتوم الليفر لقى حاجه خفيفه، حاجه ما بتعملش ضغط، فراح جاي مرتفع من هنا. طب بص الليزر اومنتوم بيكمل فين؟ بيكمل في الابر بارت بتاع الكوديت سوري الكوديريت لوب. بص كده، نفس الارتفاع موجود اهو في الاور بورت بتاع الكوادريت لوب، ريلاتيف برضه للليزر اومنتم. فبيقول لك ان التيوبر اومنتال او الاومنتال تيوبروستي اللي ريلاتيف للليزر اومنتم موجود جزء منها على الليفت لوب اوف ذا ليفر، وموجود جزء منها على الاور بورت بتاع الكوادريت لوب. تاني امبريشن موجود على الكوادريت لوب، قال لك زي ما انت شايف كده البايلورس والفيرست بورت بتاع الديودينم، ده اول امبريشن.
تاني امبريشن البايلوراس والفيرست بارت اوف ذا ديدنم. تالت امبريشن بص كده كان تحت الفيرست بارت اوف ذا ديدنم ده كده ترانسفيرس كولوم. هلاقي ترانسفيرس كولوم ماشي بهذا الشكل، حته بسيطه كده هنا وبعدين يلف عشان يعمل لي الهيباتيك فليكتشر. شايف المنطقه دي كده؟ ده ثيرد امبريشن على الكوادريت لوب، جزء من الترانسفيرس كولون. انا كده دخلت على ايه؟ دخلت على الانفيريو سيرفيس بتاع الرايت لوب، لقيت عندي الجول بلادر امبريشن. على جنب الجول بلادر امبريشن بيجي يكمل الديودينم السكند بارت اوف الديودينم، بيجي يعمل كده بص كده، عامل فيرتيكال امبريشن موازي للجول بلادر امبريشن وبعدها مباشره. ده ايه؟ ده الديودينم. تحتهم هما الاثنين موجود عندي ايه؟ موجود عندي الترانسفيرس كولون والرايت هيباتيك فليكتشر ده كده. على اللور بورت بنسميه الكوليك امبريشن. فاضل لي على الرايت لوب الكيدني بس والسوبر رينال جلاند، هما بيعملوا الامبريشن بتاعهم، هيكون موجود في المنطقة دي كده. ونسمي ده الرينال امبريشن. دول ريليتد لايه؟ قال لك ريليتد للرايت كيدني والرايت سوبر رينال. دايما حط الرايت ولا ليفت عشان تبقى انت متاكد انت بتعمل ايه. طب بالنسبه للابر بارت ده، قال لك في الابر بارت انا عرفت ان عندي هنا الكوليت لوب ما بين الليجمنتوم فينوزم وبين الجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا. بقول لك لما اجي ابص كده على الجروف بتاع الانفيرو فينا كيفا، انا شلت الانفيرو فينا كيفا بلاقي في فتحتين كده هنا، فتحه هنا فتحه هنا. ايه الفتحتين دول؟ قال لك دول فتحتين للهيباتيك فينز. ايه الهيباتيك فينز؟ انا قلت لك دي البورت هيباتس صح، بيدخل البورت هيباتس ثلاث حاجات، البايل داكت تخرج منها، معايا هيباتيك ارتري ومعايا بورتال فين. بس دلوقتي فين بقى الهيباتيك فينز؟ يعني انا دخلت الفينز للليفر عايز اخرجه، فقال لك الفينز اللي خارجه من الليفر التو هيباتيك فينز بيخرجوا مباشره في الجروف اوف انفيرو فينا كيفا، واحد على جنبه اليمين واحد على جنبه الشمال، يدخلوا في الانفيرو فينا كيفا مباشره. بص كده شايف الصوره دي كده؟ ده الجروف بتاع الانفيرو فينا كيفا، فتحه هنا فتحه هنا، دول فتحتين ايه؟ فتحتين بتوع الهيباتيك فينز اللي شايلين الفينس درينج من الليفر يدخلوا مباشره للانفيرو فينا كيفا اللي موجود في المنطقه دي كده. دي اول نقطه على الانفيرو فينا كيفا. تاني حاجه قال لك ممكن يجي الليفر يروح جاي عامل ارشن كده، يطلع منه بروسيس تعدي قدام الانفيرو فينا كيفا، فيقول لك يبقى الليف يبقى الانفيرو فينا كيفا كانه ماشي في قناه، مش بس مجرد جروف وامبريشن، ده كانه معدي في قناه داخل الليفر. يقول لك الانفيرو فينا كيفا الكانال اون ذا باك اوف ذا ليفر. اخر امبريشن من الامبريشنز قال لك موجود في المنطقه دي كده على الباك اوف ذا ليفر، منطقه مثلثه غير مغطاه بالبيريتونيوم بنسميها البير بير اريا اوف ليفر. ده كان بالنسبه للبوستير ريليشن بتاعت الليفر. تاني موضوع عايز اتكلم عنه، عايز اتكلم على البورتا هيباتس وبعدها اتكلم على البير ارياز بتاعت الليفر. بص كده البورتا هيباتس اول حاجه عايز اتكلم عنها شكلها، شكلها تحس انه ترانسفيرس فيشر كده، طوله تقريبا حوالي 5 سنتي، موجود على البوستيريور سيرفيس بتاع الليفر، او ممكن تقول ان هو ما بين البوستيريور سيرفيس والانفيريور سيرفيس بتاع الليفر، تحت الكوديت لوب وفوق الكوديريت لوب، بالاضافه الى انها بتسمح بمرور الاستراكشرز من والى الليفر، وهنعرف الاستراكشرز دي بالتفصيل. واخر ريليشن لها انها بتعتبر بتمسك في التو لايرز بتوع الليزر اومنتوم، زي ما انت شايف كده التو لايرز اهوت، التو لايرز اهوت بيروح يمسكوا حواليها، ومن خلال التو لايرز دول بتعدي الاستراكشرز من والى الليفر. تعالى كده نشوف ايه الاستراكشرز اللي هتعدي داخل البورتا هيباتس. تعالى نرسم البوستيريور سيرفيس بتاع الليفر كده. بسم الله. هقول ان هنا مثلا دي البورتا هيباتس،
دي الجول بلادر، وده كده الانفيريور فينا كيفا. اولا from anterior to posterior، الحاجه اللي تبقى تحت هنا دي related لل anterior surface. من ببص لل anterior انا ببص هنا من ال posterior surface، فالحاجه اللي احطها الاول تبقى دي قدام، الحاجه اللي احطها وراها تبقى دي وراها، الحاجه اللي احطها بعدهم تبقى دي الحاجه الثالثه من ال posterior. يبقى from anterior to posterior اول حاجه قال لك بيه كده من ال right loop ومن ال left loop bile ducts right و left bile ducts بهذا الشكل البايل هيباتيك داكتس. تاني حاجة بوستيرور لها، ويعني بيبقى هو مش بوستيرور مباشرة، هو بوستيري وسلايتلي تو ذا ليفت بالشكل ده كده. الرايت والليفت هيباتيك ارتريز هما بيعملوا كومن هيباتيك، يعني الكومن هيباتيك ارتري قبل ما ينقسم الى الرايت والليفت هيباتيك ارتريز. يبقى ده ايه؟ هيباتيك ارتري. هو داخل الليفر، عشان واحد يروح للرايت سايد واحد يروح للليفت سايد لازم ينقسم الى تو برانشز. اخر حاجه على الموست بوستيريور سيرفيس للاثنين بقى، وده فعلا يعتبر بوستيريور ريليشن للاثنين، ده كده البورتال فين. البورتال فين بيجي يعدي ورا الاثنين بهذا الشكل، وبعد كده يروح داخل للليفر بالرايت والليفت برانشز بتوعه، يدخلوا للرايت لوب والليفت لوب. ده البورتال فين. يبقى انا لو قلت لك ارسم لي كده البورت هيباتس، خلينا نطلعها بره كده، ايه الحاجات اللي موجوده فيها؟ هتقولي والله كده من البوستيريور سيرفيس البورتال فينا، ده التو برانشز بتوعه قدامه وناحية الرايت سايد هتلاقي عندك البايل داكت بالشكل ده كده، وقدامه وعلى الليفت سايد هتلاقي عندك الهيباتيك ارتري بالشكل ده كده، ودي محتويات البورت هيباتس. طيب الجزء الجاي بقى عايز اتكلم على البير ارياز بتاعت الليفر. قال لك بص كده، وان احنا بنقول زمان زمان يعني ان لما اجي ابص كده واحاول نرسم الليفر بمقطع عرضي فيه، تقول مثلا ولنقل يعني ان ده مثلا الدايفريم، والليفر كان بيبقى موجود في المنطقه دي كده، وبعدين كنا بنقول ان الليفر ما بيعملش كومبليت انفاجينيشن ل البريتوني، بيعمل بارشال انفاجينيشن بالشكل ده كده، اي ان في جزء على البوستيرير سيرفيس بتاع الليفر المنطقه دي كده مش مغطاه بالبريتوني. الانتيرير سيرفيس والانفيرير سيرفيس نوعا ما مغطى، لكن البوستيرير سيرفيس في جزء مش مغطى بالبريتونيوم. تعال نشوف بقى ايه الجزء ده. هبص معايا كده، ده نفس الماكيت اللي انا كنت عامله. ايه اللي بيحصل؟ قالك البريتون جاي من البوستيرير ابدومينال وول وداخل على البوستيرير سيرفيس بالاتجاه ده كده، مش بيدخل يغطي البوستيرير سيرفيس، لا ده بيبدا يتحرك لاترالي على البوستيرير سيرفيس عشان يطلع للسوبيرير سيرفيس وينزل للانفيرير سيرفيس ثم الانتيرير سيرفيس. بالشكل اللي انا عامله قدامك ده كده هو ده شكل الغشاء البريتوني، وهو نازل من البوستيرير ابدومينال وول رايح للبوستيرير سيرفيس بتاع الليفر. تعال نشوف بقى الغشاء البريتوني بيعمل ازاي. بص كده، شايف اللير كده؟ شايف اللير دي كده؟ بيعمل ايه؟ بينزل فيقوم معدي على السوبيريور سيرفيس، وبينزل يقوم معدي على الانفيريور سيرفيس بالشكل ده كده، ويطلع على الانتيريور سيرفيس، وتبقى منطقه ما بين التو ليرز اللي انا احط فيها صبعي دي كده، دي منطقه غير مغطاه بالبريتون الا جزء قليل منها زي الفولد اللي انا عامله ده كده، الحته دي كده. لكن تلاحظ ان معظم المناطق الداخليه مفيش عليها غشاء بريتوني، فبنسمي المناطق دي البير اريا اوف ذا ليفر، اي المنطقه العاريه في الليفر اللي هي المنطقه دي كده البير اريا. عايز بقى اشوف ايه البير اريا دي بتمثل ايه. بص كده يا جماعه، اولا في منطقه مثلثه هنا، شايف المنطقه دي كده اللي انا كنت بقول لك عليها بير اريا بروبر،
لما كنت برسم الـ relations بتاعة الـ posterior of the liver دي كده. بص بير اريا بروبر ده اول جزء مش مغطى بالبريتون اهو، اللي هي المنطقه دي كده، اللي هي في لير قدامها وفي لير وراها ومغطيين السوبيور سيرفيس والانفيرو سيرفيس، وهي فاضيه في النص ما فيش عليها بريتون. طيب مش دي على الرايت سايد؟ قال لك لو رحت على الليفت سايد هتلاحظ ان في منطقه مثلثه كده، شايف ده التو ليرز دول عاملين منطقه مثلثه صغيره ما بينهم هما الاثنين. فقال لك بنسمي المنطقه المثلثه دي ايه؟ قال لك هنسميها بما انها موجوده على الليفت هنسميه ليفت تريانجولار ليجمنت، موجود على الليفت سايد وعامل شبه المثلث كده، منطقه مثلثه معموله بالطبقتين دول ماشيين قصاد بعض وبينهم منطقه فراغيه عامله زي المثلث اللي انت شايفها دي كده. فقال لك نسميها ليفت تريانجولار ليجمنت. قال لك بس يعني ايه مش في هنا ليفت تريانجولار ليجمنت؟ قال لك ده ما هو بص الحته الاخيره في البير اريا بروبر الصغيرة دي كده برضه فيها منطقة في نهايتها عاملة زي المثلث، المنطقة دي كده اللي بعد القلم الناحية دي، قال لك نسمي دي الرايت تراينجولار ليجمنت. يبقى بالترتيب كده رايت تراينجولار ليجمنت بعد المثلث، الناحية دي دي البير اريا بروبر، والليفت تراينجولار اريا والليفت تراينجولار ليجمنت هنا كده. ايه بقى ايه الحاجات؟ قال لك بص كده جوه هنا دي كده البورتا هيباتس، قال لك ما بتتغطاش برضه بالبريتون. طيب شايف ده كده الانفيريور فينا كيفا، قال لك الانفيريور فينا كيفا بيتغطى سطحه الخارجي بالبريتون. يعني لو انا شلت الانفيريور فينا كيفا عشان اشوف المنطقه اللي تحته هتلاقي المنطقه اللي تحته دي مش متغطيه بالبريتون، فالجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا نفسه مش متغطي بالبريتون، لكن الانفيريور فينا كيفا في حد ذاته هو اللي متغطي بالبريتون. يعني الانفيريور فينا كيفا خد البريتون عليه ومنع الليفر ان هو يتغطى، منع الجزء الجروف اللي تحته ده بتاع الليفر انه يتغطى بالبريتون. زيه بالظبط بص كده الجول بلادر، اتغطى السطح الخارجي بتاعها بالبريتون، لكن لو رفعت الجول بلادر عشان اشوف الجزء اللي تحتها من الليفر هلاقيه ما اتغطاش بالبريتون. فيبقى عندي الفصه بتاعه الجول بلادر والجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا الاثنين مش متغطيين بالبريتون. عارف الليجامنتم فينوزم والليجامنتم تيريس؟ زيهم بالظبط بيتغطوا بالبريتون. طب لو شلت الليجامنت هلاقي الجروف اللي تحته ده البريتون ما وصلوش لانه مجرد غطى السطح الخارجي للليجامنت، سواء كان الليجامنتم فينوزم او الليجامنتم تيريس. يبقى لي بس من الانتيريور سيرفيس والسوبيريور سيرفيس الجزء اللي انا قلت عليه قبل كده، قلت لك ان بينزل الفالسي فورم ليجامنت، بص كده ده البريتون اهو نازل فالسي فورم ليجامنت، وبعد كده يتحرك لاترالي على الناحيتين يغطي الرايت لوب والليفت لوب، ويبقى المنطقه اللي ما بين التو لايرز بتوع الفالسي فورم ليجامنت المنطقه دي كده هي دي ما بتتغطاش بالبريتون، فنعتبرها برضه جزء من البير اريا. يبقى لو انا جيت اقول لك حدد لي كده البير ارياز اوف ذا ليفر على الصوره دي كده، هتقولي البير ارياز عامله بالشكل ده كده. بير اريا بروبر موجوده على جنب الانفيريور فينا كيفا، بالاضافه للجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا نفسه، الانفيريور فينا كيفا متغطي بالبريتون، تشيله هتلاقي الجروف اللي تحته مفيش عليه بريتون. البورتا هيباتس وانزل تحتها على الفصه بتاعت الجول بلادر، لكن الجول بلادر في حد ذاتها لا متغطيه بالبريتون. الجروف بتاع الليجامنتم فينوزم والليجامنتم تيريس، ثم على الرايت سايد بيكمل البريتون بليجامنت تريانجولار خفيف جدا بهذا الشكل بنسميه الليفت تريانجولار ليجامنت. دي كده تمثل البير ارياز اوف ذا ليفر. تخيل الرسمه وتخيل اللي انا قلته لك دلوقتي. بير area proper الفصة of gall bladder، الجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا، الجروف بتاع الليجامنتم تيريز والليجامنتم فينوزم، وده الليفت triangular ليجامنت. فاضل لي ايه؟ فاضل لي بس على السوبيريو سيرفيس والانتيريو سيرفيس ان انا اقول ان كمان الفالسي فورم ليجامنت اللي موجود على الانتيريو سيرفيس المنطقه اللي ما بين التو لايرز بتوعه دي كده، المنطقه اللي ما بين التو لايرز بتوع الفالسي فورم ليجامنت هما كمان بيعتبروا من البير ايرز، اللي هي المنطقه دي كده اللي ما بين التو لايرز. الليجامنتس اوف ذا ليفر، بص معايا كده، في ليجامنتس معموله بالبريتون وفي ليجامنتس مش معموله بالبريتون. اللي في اتنين ليجامنتس مش معموله بالبريتون بنسميهم نون بريتونيال ليجامنتس، اللي هم ايه؟ قال لك الليجامنت اللي تحت ده كده
اللي هو الليجامنتم تيرس كان في الاصل ايه؟ كان في الاصل ليفت امبليكال في، والليجامنتم فينوزم كان في الاصل ايه؟ الدكتس فينوزس. فدول مش معمولين بالبيريتون، دول كانوا اصلا في الاصل فيزلز او دكتس. بالنسبه للليجامنتس بتاعت البيريتون، اول واحد معانا الفالسي فورم ليجامنت ده كده، اللي كان بيصل ما بين السوبيرو سيرفيس والانتيرو سيرفيس بتاع الليفر وما بين الانفيرو سيرفيس بتاع الدايفرام، معمول بالبيريتون، لان البيريتون جاي من تحت الدايفرام كده ونازل للليفر. طيب ايه تاني معانا؟ قال لك بص معايا كده، الليجامنت ده كده والليجامنت ده كده، كنت بقول على ده رايت تراينجولار ليجامنت وده كده ليفت تراينجولار ليجامنت. يعني ايه ليجامنت؟ يعني في لايرز يا جماعه، مش منطقه. المنطقه الداخليه دي اقول عليها بير اري، لكن التو لايرز اللي نازلين من البريتون حوالين حوالينها نقول عليهم الليجامنت. اهو لاير اهي ولاير اهي، فقال لك نسمي ده الرايت تراينجولار ليجامنت ونسمي ده الليفت تراينجولار ليجامنت. يبقى دول تاني منطقه دي كده الرايت والليفت تراينجولار ليجامنتس. في حاجه كمان معانا، قال لك ايوه الليزر اومنتوم. الليزر اومنتوم ده يعتبر الليجامنت من البريتون. البريتون كان غلف الليفر بطبقتيه وبعدين نزل كده عمل الليزر اومنتوم، والمفروض كان يغلف الاستومك، فالمنطقه دي ده ليجامنت اسمه الليزر اومنتوم ماسك في الليفر. ايه تاني من الليجامنتس اللي ماسكه في الليفر؟ قال لك بص كده البريتون اللي كان ماشي تحت الدايفرام طلع كده على السوبيرو سيرفيس بتاع الليفر وبعدين نزل لتحت، شايف المنطقه دي؟ دول تو لايرز من البريتون متصلين ببعضهم، بنسمي الليجامنت ده ايه؟ قال لك بنسميه كوروناري ليجامنت. ده ريفليكشن للبريتون على الانفيريور سيرفيس بتاع الديافرام والسوبيريور سيرفيس بتاع الليفر، وبنسميه الكوروناري ليجامنت. وده اخر ليجامنت من الليجامنتس بتاعت البريتونيه. على فكره وجود الليجامنتس دي كلها بتثبت الليفر في مكانه وبتمسكه في الانفيريور سيرفيس بتاع الديافرام من غير ما يسقط داخل الابدون. لو عايزين نشوف شكل الليجامنتس كده معانا، بص كده ده ايه؟ على الانتيريور سيرفيس فالسي فورم ليجامنت ده كده رايت تراينجولار، ده كده ليفت تراينجولار ليجامنت. بص كده ليجامنتم فينوس ليجامنتم تيريس، شايف المنطقة دي كده؟ المنطقة المعمولة باللون الأبيض دي كده، أعمل فوكس كبرها لك، شايف المنطقة دي كده؟ المنطقة دي كده تحت الديافرام وفوق الليفر معمولة بطبقتين، هو ده الكوروناري ليجامنت، المنطقتين بتوع الكوروناري ليجامنت. شايف الدبريشن اللي هنا ده والدبريشن اللي هنا ده على البوستيريو سيرفيس؟ هنا الرايت تراينجولار ليجامنت هنا كده، وهنا الليفت ترينجولار ليجامنت اللي بيظهروا على البوستيريور سيرفيس بالشكل ده كده. ما علينا، الفاكتورز اللي بتعمل استابلايزيشن للليفر في مكانه، انا قلت لك اول حاجه الليجامنتس بتاعته اللي ماسكه دي، تاني حاجه واهم حاجه قال لك ان وجود التو فينز التو هيباتيك فينز اللي بيروحوا يمسكوا في الانفيرو فينا كيفا، والانفيرو فينا كيفا ماسك في الهارت فوق، فتلاقي دول خارجين من الليفر ده خارمين الانفيرو فينا كيفا مباشره ومسكين الليفر فيه في المنطقه بتاعته من غير ما يتحرك. عندك حاجات تانية بقى زي مثلا الابدومينال بريجر، انت عارف ان البريجر جوه الابدومين بوزيتيف، يعني بريجر عالي فبيزق الليفر فوق عشان يرفعه ناحيه الدايفرام. كمان في ابدومينال اورجنز اللي عامله امبريشنز، امال كل الامبريشنز اللي احنا قعدنا نتكلم عليها دي كلها بتاعت ايه؟ ما الاورجنز دي كلها ضغط على الليفر عامله له كومبريشن في مكانه مخليه ما يقدرش يتحرك. بالاضافه طبعا لان في شويه كونكتيف تيشو كده بسيط بيربط ما بين الليفر وما بين الديافرام اللي فوقه، بنسميه اريولار كونكتيف تيشو، ودي الفاكتورز اللي بتعمل سبورت للديافرام في الليفر في مكانه تحت الديافرام من غير ما يتحرك ولا يحصل له توزيس. كده يبقى انا خلصت الفيديو ده، فاضل البلاد سبلاي ان شاء الله اشرحه لكم في الفيديو الجاي. اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.